الاهلي لعب ماتشين مع مين؟ مع السموحه الاول وكسبنا 4، ومع الجونة امبارح وكسبنا 5، في ظهور مميز جدا لكل لاعبي النادي الاهلي، وسواء من الجانب الفني او البدني كمان تحديدا. خلي بالك من الجانب البدني ده، لان انت على مدار 3 شهور فاتوا او اكتر كمان من ساعه ازمه كورونا الفرقه ما بتتمرنش، رجعوا مؤخرا من شهر تقريبا وابتدوا ان هم يتمرنوا بشكل قوي ومميز، وحاله فنيه وبدنيه عند اللاعبين ظهرت ووضحت خلال الماتشين دول، والاهلي قدم اداء اكثر من رائع. الخساره الوحيده بس امبارح، وده برضو للناس تسال عليه على السوشيال ميديا، هو ياسر ابراهيم والاصابه اللي تعرض ليها بجزع في اربطه الكاحل، ان شاء الله تكون بسيطه، قدامه باذن الله اسبوعين بالكثير ويكون متواجد في تدريبات النادي الاهلي. انا عايز اقرب من الصوره بشكل اكبر زي ما عودناكم كده، ونروح لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي من استاد مختار التتش، وقبل دقائق قليله جدا من انطلاق المران المسائي للنادي الاهلي. يا شريف مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. مليون مبروك، برنامج ترند وباذن الله يكسر الدنيا باذن الله. شاشه قناه النادي الاهلي تظل رقم واحد في شاشات الوطن العربي باذن الله، ويا رب الجاي كله يكون انتصارات للنادي الاهلي باذن الله. باذن الله، الله يبارك فيك، وهتفضل شاشه قناه النادي الاهلي رقم واحد بينا كلنا. يا شريف انا عايز اطمن على التدريبات، استعدادات الفريق للمران النهارده، خصوصا بعد مباراه الامس المباراه الوديه، وخصوصا في ظل الاستعداد للمرحله الهامه المقبله. يا شريف طبعا الاهلي استعد لمواجهه او استكمال مسابقه الدوري العام اللي هتكون يوم 9 اغسطس بمواجهه فريق انبي بمواجهتين وديتين مع سموحه، وفاز باربع اهداف مقابل لا شيء، وبالامس فاز على الجونه بخمس اهداف مقابل هدفين. يمكن الخبر الأسوأ اللي كان بيتكلم عليه زميلي كريم امبارح ان كان خايف من الاصابات، طبعا المباراه الوديه ممكن لا قدر الله يعني بتسفر عن اصابات، واللي كان خايف منه امبارح كريم حصل للاسف ياسر ابراهيم، ولكن الحمد لله انا اطمنت منه النهارده. ياسر كان موجود النهارده واتكلمت معاه، يعني ياسر النهارده ماشي على رجليه كويس جدا، وبدا الورم يخف شويه، وقال لي باذن الله بالكثير هيكون اسبوعين، ولكن هو الاشاعه معاه راحت للدكتور خالد محمود لسه هيعرضها عليه، وبعد التمرين هيكون القرار الرسمي بمده الغياب، ولكن يعني باذن الله باذن الله من نظرتي لقدم ياسر ومشيانه على قدمه، لا القصه باذن الله خفيفه باذن الله. ياسر عنصر قوي من عناصر فريق النادي الاهلي، وباذن الله يكون متواجد مع باقي زملائه علشان يقدروا نحرز طبعا بطوله الدوري الممتاز وبطوله كاس مصر حلم البطوله الرقم 9، البطوله الافريقيه اللي جماهير الاهلي كلها بتمني نفسها بيها، وباذن الله يا رب باذن الله باذن الله يكون اللقب 9 باذن الله من نصيب النادي الاهلي. تمرين هيكون الساعه 5:30، طبعا انت عارف فايلر ما بيحبش الاجازات، ما بيديش اجازات كتيره. هيكون النهارده في تمرين، بكره ايضا هيكون في تمرين، بس هيكون في تمرين صباحي مش هيكون مسائي، وهيكون في يومين اجازه، هيكون يوم الجمعه والسبت، وهيستأنف تمريناته مره اخرى يوم الاحد. هنا التركيز، هنا الكل متفائل بعد قرار الدولة باستكمال المسابقات المحلية من جديد. طبعا التمرينات ما شاء الله على قدم وساق، الكل بيتألق في التمرين، الكل بيحاول يلفت نظر فايلر عشان يحجز مكان في التشكيلة الرئيسية، مش الكبار بس، الصغار أيضا، إذا كان العربي أو شكري أو كل اللاعبين المنضمين من قطاع الناشئين إلى الفريق الأول، الكل بيحاول أن يلفت نظر الراجل عشان يبقى ليه دور في الفترات المقبلة. دعواتنا ودعواتك أمير وكل مشجعي قناة النادي الأهلي ان باذن الله الاهلي يتوج بجميع الالقاب هذا الموسم كالعاده باذن الله. يا شريف انا بشكرك شكرا جزيلا على المداخله الحيه دي، ومن خلالها عرفنا تفاصيل ما قبل مران الاهلي النهارده.